طيب بامر الله هبدأ في الفيديو ده نكمل شرح الدرس الاول درس الداجستير سيستم قبل ما هندخل في بقية الدرس هنطق معاكم بعض الكلمات اللي ممكن تلاقوها صعبة شوية واللي هتلاقوني في الفيديوهات اللي فاتت سواء الفيديو الاول من الشرح بتاع الدرس ده او في فيديو حل اسئلة اللي تشوز هتلاقيني ناطق كتير منها بشكل غلط الناس اللي بدأت معايا من الترم الاول كنت بنبه عليكم بين الوقت والتاني اني انا هتلاقوا بعض الكلمات بنطقها بشكل غلط لاني انا كنت بهتم بتبسيط المادة ليكم بحيث تفهموا اكتر من اني اطور النطق عندكم طب هل النطق عندكم ده إيه ان انتوا تنطقوا الكلمة بشكل صحيح هل دي حاجة مهمة ولا لا؟, لا لا هي حاجة مهمة جدا ليه حاجة مهمة جدا تخيلوا لو انتوا بتنطقوا بالعربي بشكل غير اللي الناس بتنطق بيه الناس هتشوف الكلام ده غريب هي نفسها كده انا عايز اتعلم انطق بالانجليش كويس علشان اما اكبر ابدا ان انا يبقى الموضوع سهل عليا في التعلم، ماشي كده؟ طيب فدايما بنبه عليكم ان بعد ما تاخدوا مني الكلمه وتسمعوا مني الكلمه اما تراجعوها مع المدرس بتاعكم او ان كنتوا تدخلوا على برامج الترجمه زي برنامج جوجل ترانسليشن كده وتكتبوا الكلمه وتدوسوا على السماعه اللي فيه كده ده بحيث تسمعوا الكلمه صح ماشي كده؟ طيب فهنبدأ كده الكلام اللي ممكن يبقى صعب شوية وهتلاقوني برضو بين وأنا بشرح هتلاقوني بحط لكم خط عليه بحيث تراجعوا، الكلام اللي بحط لكم عليه خط ده معناه راجعوه، راجعوا النطق بتاعه بشكل سليم، ماشي كده مع المدرس، مدرس المدرسة أو مدرس الدرس أو من خلال البرامج لو أنتوا ما بتاخدوش درس، ماشي كده؟ طيب. أول حاجة هقول الكلمة كذا مرة وأنتوا كرروها ورايا، هسيب كده فترة عشان تكرروها. فيرانكس، فيرانكس، فيرانكس فرانكس فرانكس pharynx esophagus 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 stomach 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 لاحظوا ان الاتش هنا ما بتتنطقش بقف عند السي stomach stomach طيب silver glands silver glands silver جلانس عارفين انتوا خدتوا في الترم الاول اه ان عندي كلمه سيلفر كانت من الميتال صح كده اه كلمه سيلفر اهي بقول سيلفر هي دي زيها سيلفر جلانس بس دي ايه مش اي سيلفر جلانس سيلفر جلانس لكن دي بقى سيلايفا 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 تراكيا 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 الاتش هنا برضو ما بتتنطقش يبقى الاتش في ستومك في, في الاخر ما بتتنطقش والاتش في التراكيا تراكيا ما بتتنطقش ماشي كده طيب ماسكيولار 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 فين هقول كده ماسكيولار ماسكيولار يعني هكسر اليو كده مش هقول ما هقول مي ماسكيولار 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 دي سي بتتنطق زي الكي هو امتى انا انطق السي سي كده سين يعني وامتى انطقها كي لو السي جه بعدها اي او اي e او واي تتنطق سين كده سي زي مثلا كده سيركل بصوا كده كلمه سيركل الكلمه دي فيها فيها الاثنين بصوا كده هنا السي جاي بعدها اي ماشي كده آه وانا قلت لو اي او وي e او اي او واي تتنطق سين يبقى اقول سي مش هقول كي اقول سي طيب يبقى سيركل طيب السي هنا ليه اتنطقت كاف او كي؟ لان جاي بعديها ال مش واحد من الحروف الثلاثه دول، يبقى لو واحد من الحروف الثلاثه دول انطقها سي، لو اي حاجه غيرهم انطقها كي، يبقى عشان كده قلت سي سي سيركل، وقلت هنا كي صح؟ علشان جاي بعديها ال، يبقى هنا قلتها سين عشان جاي بعديها اي، هنا أنتها كاف او كي عشان جاي بعديها ال. فهمتوا كده؟ فهنا دي جاي بعديها يو، مش واحد من الحروف الثلاثه، يبقى تتنطق كي. يبقى ماسكيولار ميسكيولار 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 ماشي تيو. تيو 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 جاستريك 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 بقول جاستريك جاستريك انا بقسم كده علشان ننطقها واحده واحده جاستريك جاستريك جاستريك, جاستريك. ركزوا بقى في دي ديويدينم ديويدينم Dewi dinam, dewi dinam, dewi dinam, dewi dinam. Tai. Iliam, 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 iliam. Intestin, intestin, en, intestin, intestin, intestin. Pancreatic, 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 pancreatic. بانكرياتيك بانكرياتيك جول بلادر جول بلادر لاحظوا ان هنا الايه ما بتتنطقش ايه بتتنطق او جول بلادر لكن الايه هنا عادي جول بلادر جول بلادر absorption 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 ابزوربشن الاس هنا ما بتتنطقش اس إيه. بتتنطق زد absorption طيب ركزوا برضو في دي امولشن إم أولشن إم أولشن. يعني بنطق كده كأنها حرف الإم وبقول أولشن ماشي كده إم أولشن إم أولشن طيب دي بقى هقول نب بس هقول دي أي كأني بقول أي عادي نبايلز 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 نبايلز, نبايلز. كأني ما بنطقش الأي دي غير حاجة بسيطة نبايلز لكن دي بنطقها آه بنطقها كويس كأنها أي نبايلز 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 دي هقول ايه نص مش هقول مش مش هلحم الكلمه اقول انس لا زي ما انا قلتها كده انا قلت انس ديت في الشرح وهتلاقوها في الاسئله لا بقول ايه نص كاني بقول حرف الاي مش ده حرف الايه عادي ايه نص ايه نص ايه نص ايه نص, إيه نص. طيب قولوا لي بقى هل هنا السي دي هنطقها سي ولا كي فكروا كده وانا هقف خمس ثواني انا عندي السي ديت بعديها حرف الاي e وانا قلت لو بعديها الاي او الاي e او الواي انطقها سي يبقى دي هتتنطق سي اللي هي بنقول بالعربي سين يبقى ايه اولسر 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 اليو مش بنطقها ايه لا بنطقها كانها حرف الاو كانها حرف الاو اولسر اولسر معناها كرحة يعني ايه كرحة يعني تعويره يعني جرح ماشي كده اولسر اولسر ندخل بقى على الدرس وهحاول وانا بنطق الكلام ده ابقى اقوله ببطء على بقدر الامكان علشان تفهموه علشان حتى تتعودوا على الحفظ بتاعه وهتلاقوني برضو حاطط عليها خطوط عشان تراجعوها نكمل بقى الدرس طبعا كنا وقفنا لغايه هنا هنبدا بقى الشرح ده أنا صورت الكتاب من حد من زمايلكم لاني ما جبتش الكتاب طيب كنا خدنا الماوس ماشي كده فهنا بيقول لي افتر افتر ذا ماوس فود باسس تو بعد بقى الاكل ما يعدي من الماوس ما انا اول ما باكل الاكل بيدخل جوه اول حاجه بيدخل جوه في جسمي هو الماوس صح كده بعمل له كاتنج وجريندنج وكل حاجه بعد كده بيروح يبدا ينزل بقى اول حاجه بيعدي عليها بعد الماوس اللي هي الفرانكس اللي هي دي فرانكس الفرانكس دي عباره عن ايه عباره عن حاجه كده بتعدي بتعدي الفود من هنا لهنا طبيعي جدا، ماشي كده؟ يبقى هي حاجة بتعدي الفود من هنا لهنا. نبدأ بقى نقرأ فرانكس It is a common cavity leads to esophagus. esophagus. يبقى leads to esophagus in the digestive system and the trachea in the respiratory system. هفهمكم دي. أولاً قلت لكم cavity كده يعني حاجة فاضية، ماشي كده؟ ما هي دي حاجة فاضية أهي. ماشي كده؟ الحاجة البديهية كده اللي نفهمها إن أنا قلت بتعدي الفود من الماوس لهنا. للاسوفيجاس صح كده لكن يعني ايه كومون كافيتي دي يعني ايه كومون تخيلوا ان في طريق كده ماشي الطريق ده هو الفرانكس هنجيب قلم تاني الطريق ده نهايته نهايته بيروح معدي على طريقين مختلفين خالص الطريق ده والطريق ده يعني فاهمين يعني الطريق ده نهايته كده يمشينا على الطريق ده على طريق وطريق تاني غيره خالص طب هو هو ايه ايه, إيه, إيه علاقة ده باللي انا بقوله هنا؟ الفرانكس دي بتعدي بتعدي الفود على على الـ 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 في الدايجستيف سيستم وبتعدي الاير على التركية في ريسبيراتوري سيستم. الـ الـ <revenge> يعني بمعنى ان الفرانكس دي بتعدي على حاجتين، ممكن تعدي الحاجة على حاجتين. لها طريقين كده مختلفين طريق للدايجستيف Digestive System وطريق الـ Respiratory System طب هي بتعدي مين للدايجستيف Digestive System؟ بتعدي الفود عادي صح كده؟ بتودينا على الدايجستيف Digestive System وبتعدي مين لل Respiratory System؟ بتعدي برضو الاير Air الهواء هي بتعدي الفود ازاي هي عن طريق ان الفود بيعدي منها للاسوفجس لكن بتعدي الهواء عن طريق حاجه اسمها تريكية هناخدها في الريسبيراتوري سيستم في الدرس الجاي يبقى هي بتودي على طريقين طريق في الدايجستيف سيستم وطريق فيه الريسبيراتوري سيستم فهمتوا كده الفكره فكلمه كومن كافيتي يعني ايه يعني كافيتي مشتركه مشتركه بين حاجتين واحده الدايجستيف سيستم وواحده الايه <مع> ال ريسبيراتوري سيستم طيب بتعدي ب ب في الاخر بقى يعني هنا كده لو اعتبرنا ان ده الدايجستيف سيستم بتوصل لايه بتوصل للاسوفاجس <مع> ولو رايحه للريسبيراتوري سيستم بتوديني للتريكية لل فهمتوا كده؟ يبقى هي بتعدي على طريقين اهو، ممكن توديك على طريقين، على طريق الاسوفيجاس للدايجستيف سيستم وطريق التريكيه للريسبيراتوري سيستم اللي هناخده الحصه الجايه، فهمتوا كده؟ او الفيديو الجاي بقى طبعا. طيب، يبقى اول حاجه الفرانكس دي عرفناها ان هي عباره عن كومون كافيتي منطقه فاضيه بتوديني لطريقين، اما الدايجستيف سيستم بتوديني الاسوفيجاس فيها، اما الريسبيراتوري سيستم بتوديني التريكيه. نعتبر ان الطريقين دول بيتين، بتين الفرانكس دي بتوديني للبيت ده او توديني للبيت ده بس فكره ان البيت ده في مدينه والبيت ده في مدينه ثانيه خالص في بلد ثانيه خالص ده في الدايجستيف سيستم ده في الريسبيراتوري سيستم فهمتوا كده طيب تعالوا بقى خلاص بقى احنا هنسيب ده لان احنا مش بنقدر الريسبيراتوري سيستم هنشوف بقى بعد ما نوصل للصفيجاس ايه اللي هيحصل او ال او الصفيجاس دي عباره عن ايه بديهي جدا ان دي عباره عن طريق بيفصل ما بين حاجة اللي اسمها الاستومك اللي هي المعدة اللي بينزل بقى فيها الاكل وبيحصل له دايجيشن والفرانكس اللي هي دي يبقى السفجس هو عبارة عن طريق بين الاتنين دول تعالوا بقى نقرأه يبقى السفجس it is a muscular Mascular. يبقى it is a muscular to. ماشي كده connecting to stomach متصلة بالاستومك يعني هي بتوصل الاكل من هنا من الفرانكس للاستومك عبارة عن طريق كده كوبري كوبري بيوصل الفود من الفرانكس للاستومك فهمتوا كده طيب its function يعني وظيفته وظيفته it allows food to pass from pharynx to stomach هو بتسمح لان الفود يعدي هو من الفرانكس دي للايه للاستومك طريق فهمتوا كده يبقى الحاجتين اللي اتكلمنا عليهم اول حاجه الفرانكس قلنا هو عباره عن كومن كافيتي طريق مشترك كده يعني بيودي للاسوفاجس في حاله digestive system وبيودي للتريكيا في حاله respiratory system طيب تعالوا بقى بعد ما وصلنا للاسوفجاس ده هو نعرف الاسوفجاس ده الاول عباره عن ايه؟ عباره عن رود أو طريق عباره عن بس مش مش هقول رود بقى هقول مسكيولار تيوب يعني تيوب يعني انبوبه فاهمين كده زي انبوبه القلم الانبوبه ديت ماشي كده؟ مسكيولار يعني مش مكونه من اي ماده مثلا زي البلاستيك زي حاجه لا مسكيولار مكونه من مواد اسمها مواد عضلات اللي احنا بنقول عليها العضلات ماشي كده؟ فهي بتبقى عباره عن مسكيولار تيوب بتعمل ايه بقى؟ هي متصله بالـ Stomach connecting to Stomach يعني متصله بالـ Stomach ماشي كده طيب استومك استومك مش استومك استومك طيب its function الوظيفه بتاعتها ان هي بتنقل الفود من هنا من الفرانكس للايه للاستومك يبقى it allows food هي بتسمح ان الفود pass from فرانكس to Stomach انه يعدي من الفرانكس لغايه الايه استومك يبقى فهمنا اول حاجتين ندخل بقى على الاستومك من اهم الحاجات اللي موجوده في الدايجستيف سيستم طبعا وننزل كده بعديها على على السمول انتستين واللارج انتستين طيب الاول الاستومك دي عباره عن ايه بيقول ان هي اتز اساك لايك مسكولار اورجان هي عباره ساك لايك -like يعني يعني حاجه شبه الكيس ماشي كده اورجان يعني الاورجان انا بقول على ايدي اورجان على على رجلي اورجان كده ماشي كده فدي برضو تعتبر اورجان على الليفر اورجان وهكذا فهي اورجان آه شبه الكيس شبه الكيس ماشي كده الفانكشن بتاعتها لما نعرف نشوف كلمه فانكشن يعني هي بتعمل ايه يعني الاستومك ال دي بتعمل ايه الفانكشن يعني هي بتعمل الوظيفه بتاعتها ماشي اتسكريتس جاستريك جاستريك احنا قلنا جاستريك قلناها صح حطيت لكم خط عليها عشان تراجعوها اتسكريتس يعني هي بروديوس بتطلع بتطلع ايه بقى جاستريك او دايجستيف جوس عارفين طبعا جوس يعني ايه بتطلع عصير مش عصير بقى هو مش عصير بس هو يعني حاجه كده ايه شبه العصير يعني حط لي كلمه جوس عشان يفهمني ان حاجه ليكويد يعني كده بس هي مش بتبقى ليكويد قوي ماشي كده جاستريك جوس الجاستريك جوس دوت ليه وظيفه ماشي كده ذات ميكس انكومبليت بارشيالي بارشيالي مش قلنا دي بارشيالي التي اي هتتنطق كانها شين ماشي كده بارشيالي اه دايجيشن اوف بروتين از it changes protein into a semi liquid substance after few hours to be digested easily طيب هي بتعمل ايه انا دلوقتي عندي في حاجه اسمها بروتين بستفاد منه البروتين آه، ده بيبقى موجود مثلا في الميت في اللحمه موجود في الحاجات ديت ماشي كده طيب آه افرض بقى البروتين ده ما حصلوش دايجيشن بشكل كامل ماشي كده هو لسه لسه ما حصلوش دايجيشن بشكل كامل يعني بعد ما انا بقى عملت له كاتنج وتيرنج وعديته على الفرانكس والاستوفيجاس لما نزل هنا ما كانش حصل له ايه دايجيشن بشكل كامل ما كانش هضم بشكل كامل فهي بقى الاستومك ال ال دي بتطلع بقى جاستريك جوس او جاستريك جوس جاستريك جوس بتطلع الجاستريك جوس ده بيساعدني بقى ده بيساعدني ان هي ايه ان تخليه سهل بقى ل عشان اقدر اعمل له دايجيشن ماشي كده طيب يبقى هنقولها كده بالراحه It secretes gastric or digestive juice that makes incomplete او partial digestion of protein البروتين اللي محصلوش digestion as it uh, digestion of protein لا اه oh, ال البروتين اللي محصلوش اللي محصلوش uh, uh, complete digestion uh, يعني ما اتخضمش بشكل كامل uh, بتحوله بتحول البروتين لحاجه اسمها سيمي ليكويد سبستانس سيمي ليكويد سبستانس يعني يعني ماده شبه الليكويد هي مش ليكويد هي شبه الليكويد زي ما انا قلت لكم ان هي شبه الليكويد بعد افتر فيو اورز تو بي دايجستد ايزلي بتحوله بعد ساعات معينه علشان ان هو دايجستد ايزلي ان انا اقدر اعمله دايجيشن بشكل ايه سهل ماشي كده يبقى تاني دلوقتي البروتين البروتين اللي اللي ما حصلوش دايجيشن بشكل كامل الجاستريك جوز دوت اللي الاستومك بتطلعه الاستومك ده بتطلع حاجه اسمها الجاستريك جوز ماشي كده الجاستريك جوز دي بتعمل له عن طريق ايه بقى بتعمل له دايجيشن عن طريق ان تحول البروتين تحوله لسيمي ليكويد سبستانس ماده شبه الليكويد فبقت لما انا الماده عندي تبقى شبه الليكويد الحاجه شبه الليكويد مش هيبقى سهل انها تتعضم تتهضم هو اسهل حاجه يحصل لها دايجيشن او اسهل حاجه تتهضم هي الليكويد فانا لما احولها لحاجه شبه الليكويد شويه هيبقى سهل ان هو يحصل لها ايه يحصل له دايجيشن فهمتوا كده طيب يبقى احنا كده قلنا الثلاث حاجات الفرانكس والاستومك والاسوفيجاس الاسوفيجاس والاستومك ماشي كده هنقول ملخص ليها تاني يبقى الفرانكس قلنا ان هي كومون كافيتي يعني كافيتي مشتركه ما بين الريسبيراتور سيستم والدايجستيف سيستم الاسوفيجاس قلنا عباره عن طريق بيعدي الفود من الفرانكس للاستومك تعالوا بقى على الاستومك بعد ما الفود ينزل بتطلع حاجه اسمها الجاستريك جوس بس بس بالذات الفود ده البروتين البروتين ماشي كده يعني بتطلع الجاستريك جوس دي عشان تعمل دايجيشن للبروتين طيب فهي لما بتطلع الجاستريك جوز بتخلي البروتين بتحوله لحاجه سيمي ليكويد حاجه شبه الليكويد فبالتالي اقدر ان انا اعمل لها دايجيشن بسهوله فهمتوا كده طيب ننقل على اللي بعدها ندخل بقى على السمول انتستين السمول انتستين جواه حاجات كتير ماشي كده طيب بس هو برده جايب لي حاجه هنا للدايجستيف سيستم هقراها معاكم علشان نبدا ننطق الكلام اللي ما كانش قلناه اول حاجه ده الليفر اهو ليفر قلنا دي مش هنطقها ايه هنطقها او جول بليدر جول بليدر جول بليدر بانكرياس بانكرياس مش بقول بيه انا بقولها بالعربي بانكرياس لكن بقولها بالانجلش بانكرياس بانكرياس ماشي كده وفي حاجه اسمها بانكرياتيك جوس طيب دويدينام 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 ماشي كده إليام 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 وهتفهموا ايه الفرق ما بين الدويدينام والإليام ماشي كده هو بيقول له ان السمول انتستين فيها الحاجتين دول فيهم الدويدينام والإليام الدويدينام هو الفيرست بارت اول حاجه فيها أول حاجة في السمول انتستين الاليوم هو السكند بارت تاني حاجة فيها ماشي كده؟ طيب بالنسبة للسمول انتستين إت إز ذا لونجست بارت أوف ذا دايجستيف سيستم هو أطول حاجة موجودة في الدايجستيف سيستم ليه يعني أطول حاجة؟ لأن لأن اللينس بتاعها بيوصل ل 7 متر مش بيوصل هو 7 متر هو 7 متر دي طولها قد إيه؟ أقول لكم إن تخيلوا الأوضة اللي أنتوا قاعدين فيها دي ممكن يبقى طولها طولها يعني اللينس بتاعها 6 مترز مثلا بحد اقصى كمان. هي بقى طولها اطول من من الاوضه اللي انا قاعد فيها دي. ماشي كده؟ انا عايز اصور لكم الاوضه بس هيبقى صعب ان انا اشيل الموبايل من الحامل. بس انتوا تخيلوا الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها دي او اسالوا باباكو او هو ال 6 متر او ال 7 متر ده منين منين لفين؟ هتلاقوا ان السمول انتستين دي حاجه طويله جدا. طب ازاي حاجه طولها كبير جدا زي طول الاوضه كده وموجودة موجوده جوه جسمنا لان زي ما انتم شايفين هي ملفوفه كده ما انا لو جبت مثلا بكره خيط كبيره جدا ولفيتها حوالين حوالين مثلا خشبه او ايا كان هتتلف صح في حاجه صغيره هي علشان كده هي ملفوفه برغم ان اللينس بتاعها طويل طيب يبقى السمول انتستين ات ذا لونجست بارت يبقى يجيب لي في ساينتفك تيرم ات ذا لونجست بارت part of the digestive system أطول حاجة في ال digestive system يبقى أعرف ال small intestine at it's, its as its length عشان اللنس بتاعها is about 7 meters طولها 7 meters so it coils inside the abdominal cavity abdominal cavity abdominal cavity coils ملفوفة جوه الابدومينال كافيتي اللي هو قلت المكان الفاضي اللي جوه بطني ماشي It consists اوف تو بارتس يبقى تاني اللي سمول انتستس انتستن اللي سمول اللي سمول انتستن بتتكون من تو بارتس اول بارت اسمه الدويدينم تاني بارت اسمه الاليا هنبدا بقى ناخد بالتفصيل ايه هو الديودينم وايه هو الاليم طب هو الفيرست بارت والسكند بارت دول سكند بارت وفيرست سكن بارت وسكند بارت بتوع... بارت بتوع ايه بتوع السمول انتستين يبقى السمول انتستين بتتكون من تو بارتس اول بارت اسمه ديودينم وتاني بارت اسمه اليم طيب تعالوا على الديودينم هو ات از ذا فيرست بارت اوف في سمول انتستين هيجيبها لي في ساينتفك تيرم ممكن وان شاء الله طبعا في اخر الشهر ده مفيش ساينتيفيك تيرم على حسب ان الكلام ان هو المفروض هيبقى تشوز برضه زي الترم الاول طيب يبقى إن it is the first part of the of the small intestine in which pancreatic pancreatic juice and pill juice are poured نركز بقى الجاستريك جوس شوف الجاستريك جوس موجود فين في الاستومك الجاستريك جوس في الاستومك انا بعد ما اخلص دي هرتبها لكم كده جاستريك جوس موجود في الاستومك بانكرياتيك جوس وبيل جوس موجودين في الدودينم بانكرياتيك جوس وبيل جوس موجودين فين في الدودينم

هي بتطلعهم و juice جوس سيكريتد باي pancreas. يبقى اسمه بانكرياتيك جوس فهيطلع من ايه من حاجه اسمها البنكرياس ماشي كده البيل جوس از سيكريتد باي ليفر يبقى تاني معلش عشان نصحح المعلومه ديت البيل جوس بيجي للدودينم ده من الليفر يبقى البيل جوس بينزل له من الليفر لكن البنكرياتيك جوس بينزل له من البنكرياس كل ده بيروح من نازلين او مصبوبين بقى في الايه في الدويدينم ده يعني الدويدينم ده عباره مثلا نتخيلها عباره عن كوبايه كده ماشي فالليفر بيروح منزل له الايه البيل جوس الليفر بينزل في في الدويدينم ده البيل, البيل جوس ويروح راخر البنكرياس منزل له هو كمان البنكرياتيك جوس يبقى الدويدينم ده بتبقى عباره عن حاجه كده موجود فيها البنكرياتيك جوس والبيل جوس طيب البنكرياتيك جوس والبيل جوس دول جايين له منين جايين له واحد جاي من الليفر اللي هو البيل جوس والبنكرياتيك جوس جاي له من البنكرياس هجيب لكم بقى ايه في في الشكل هنا علشان الكتاب دوت بالعربي آه الصور فيه كويسه اجمل ماشي كده بصوا اول حاجه هو الديودينم هو اسمه بالعربي الاثنى عشر بس احنا مش عايزين نعرفه بالعربي هو اسمه الديودينم اللي هو ده دي دي اللي سمول انتستين زي ما انتم شايفين كده ده الديودينم بيروح بقى الليفر منزل جواه البيلجوس جوس الليفر اهو منزل جواه البيلجوس والبنكرياس اللي هو ده منزل جواه البنكرياتيك جوس. يا رب تكون واضحه والكاميرا مش مش باهته. ايوه كده. يبقى البنكرياس بينزل جواه البنكرياتيك جوس والليفر بينزل جواه الايه؟ البيلجوس جوس. مفهوم كده؟ ودي اسمها السمول انتستين. طيب. فهمتوا بقى الدودينا فين؟ الدودينا ما اهو. طب انا ازاي مش شايفه هنا مش شايفه هنا لان اللارج انتستين مغطيه عليه فاهمين كده لكن بصوا الحته الصغيره دي اهو البنكرياس اهو اللي هو الحته الصغيره دي واللي طالعه من هنا برده هنا الاستومك مغطيه عليه لكن هنا هو موريهولي اهو هنا هو شايل الاستومك خالص بعدها وراسم لي البنكرياس وراسم لي الدودينم وراسم لي الليفر والاسيملي اهو وراسم لي السمول انتستين بشكل واضح وهيرسم لي برده piles هوريها لكم يعني طيب وير قلنا البنكرياتيك جوس از سكريتد باي بنكرياس البنكرياس هو اللي بيطلعها والبيل جوس از سكريتد باي ليفر الفانكشن بقى بتاعت البيل جوس البيل جوس هيلبز ان digestion اوف فاتس از ات changes فاتس انتو فاتي امولشن امولشن يعني هو بيعمل ايه؟ هو البيل جوس ده بيساعدني ان انا اعمل دايجيشن للفاتس انا قلت الفاتس دي زي ايه؟ الحاجات بقى التقيلة زي انكوا تاكلوا الفاتس دي برضو موجودة في اللحمة موجودة في الميت الفاتس دي حاجة نقول شبه السمنة ماشي كده؟ شبه السمنة تقيلة كده في أكلها. فهو دلوقتي إيه؟ الحاجة دي صعبة قوي إنه يحصل لها دايجيشن، إن أنا أعمل لها دايجيشن. فالبيل ده دا بقى اللي طالع من الليفر بيحول بيحول الفاتس دي لحاجة اسمها فاتي إم ألجن. حاجة اسمها إيه؟ فاتي إم ألجن دي مادة نقول لكم شبه إيه؟ كأنكم خففتوا كأن كأن الفاتس دي هي السمنة ماشي كده على بعضها تقيلة الفتى ايجن دي حاجة بقى ايه خففت السمنة كأني سيحت السمنة دي شوية سيحتها كده وخليتها اسهل شوية هي دي بتعمل كده هي دي ب... البيل جوز ده بتبقى عبارة عن ماتر او سبستانس بتضاف على الفاتس ماشي كده بتضاف عليها منين يعني الليفر هو اللي بيحطها ماشي كده فبتخلي بقى ال... ال... الفاتس دي اللي هي الحاجات التقيلة السمنة دي خلاها حاجات اخفف شوية بحيث اقدر اعمل لها دايجيشن يا رب تكون فهمتوا كده ماشي طيب يبقى احنا نقول ملخص للدويدينام تاني ات از ذا فيرست بارت هو اول بارت في السمول انتستين ان ويتش اللي فيه البنكرياتيك جوس والبيل جوس ار بورد يبقى البنكرياتيك جوس والبيل جوس بيتصبوا في الدويدينام ده اللي انا قلت لكم تخيلوا انه كوبايه ماشي كده طيب طيب هو البنكرياتيك جوس ده مين اللي بيصبه البنكرياس طب البيل جوس مين اللي بيحطه الليفر كل دول بيروحوا حاطينه في الدودينام بعد كده ايه الفايده يعني البيل جوس دوت بيساعدني بي بي في اني اعمل دايجيشن للفاتس الفاتس, الفاتس ديت قلت الحاجات الثقيله هو بيساعدني ان اعمل لها دايجيشن ازاي يعني هو بيحول الفاتس لحاجه اسمها فاتي امولشن تعالوا نبدا نقارن دي باللي قلناها ورا في الاستومك الاستومك بتطلع حاجه اسمها جاستريك جاستريك ايه جاستريك جوس الجاستريك جوس ده بيحول البروتين صح كده بيحول بروتين ل آه بيحول بروتين عندي الايه احنا قلنا بيحول البروتين ليه سيمي ليكويد سبستانس ماده شبه الليكويد يبقى تاني الاستومك بيطلع حاجه اسمها جاستر كرود الجاستر كرود ده بيحول بروتين لسيمي ليكويد سبستانس بحيث اقدر اعمل له دايجيشن طيب تعالوا على هنا الليفر بيطلع حاجه اسمها البيل البالجوس ده بيعمل ايه بيحول الفاتس لفاتي ام اولشا ماشي كده علشان اقدر اعمل لها دايجيشن طيب السكند بارت بقى قلنا الفيرست بارت الدويدينم السكند بارت الاليوم ماشي كده It is the second part of the small intestine in which intestinal juice أنا قلت دي intestine دي, دي شبهها هي intestinal هزود إيه ال intestinal juice is poured يبقى دي بقى الإليم قلنا السكند برضو برضو هتخ... هتخيلها كأنها كوباية مع إن هم... هي مش كده أنا هوريكم شكلها ماشي كده طيب هي موجودة هنا مش موجودة في الحتة دي لا موجودة في كل دي بس من بره كده حاجات صغيرة من بره هوريها لكم ماشي كده ايه بقى اللي بيحصل فيها الانتستنال جوس بتتصب فيها وبعدين بعد ما تصب فيها اه ان ذا ايليم ذا ديجيشن اوف ديفرنت تايبس اوف فود از كومبليتد انواع كتيره من الاكل بقى بيحصل لها دايجيشن فيها بقى دي هنا بنقول الفاتس لا دي هنا بنقول انواع كتير ماشي كده وذا دايجستد فود از ابزوربد يعني ايه از يعني بيتاخد بيمتص علشان يتوزع في كل الجسم يبقى الاليم الفانكشن بتاعتها ممكن نقول ان دي الفانكشن بتاعتها ماشي كده اللي هي الوظيفه بتعمل ايه يعني؟ The the digestion the digestion of different types of food is completed يعني digestion بتاع كتير بقى من الفود انواع مختلفه من الفود بيحصل له completed يبقى ايه الفرق ما بين الإليم والدودينم؟ الإليم خاص بالفاتس الدودينم خاص بالايه؟ خاص بال انواع باقي الحاجات غير الفاتس فهمتوا كده؟ ماشي The digested food is absorbed. بعد بقى ما يحصل له digestion بيحصل له أبزوربت. يعني افهموا كده ان 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 ال digestive system مش بس بيعمل digestion ديجي, للاكل مش بس بيعمل له هضم لا بيعمل له أبزوربشن. يعني بياخده جوه الجسم كده عشان يقدر بعد كده يتوزع. ماشي كده؟ طيب. جنرالي بشكل عام بقى عايزين نقول الفانكشن بتاعت السمول انتستين بقى مش نقسمها لدويدينم ويليام. لا. هنقول عموما عموما بقى completing the digestion of different types of food. بيعمل آه, بيكمل هو مش بيعمل دايجيشن هو الدايجيشن بدا اوريدي من الاستومك صح كده؟ لكن هو بيكمل بقى يبقى كومبليتنج بيكمل الدايجيشن اوف ديفرنت تايبس اوف فود. تاني حاجه absorption of the digested food بعد ما الاكل حصل له دايجيشن هو بيعمل له absorbed عشان يقدر يوزعه absorption absorption قلت دي مش اس زد absorption اوف ذا دايجستد فود بعد بقى ما حصل الدايجيشن هو بياخده يعمل له بقى ايه بي ابزوربشن بي بياخده جواه بيمتص جواه علشان يوزعه بقى على باقي الايه الجسم بس مش هو اللي بيوزعه اللي بيوزعه هو السيركيولاتوري سيستم طيب ده بقى بيقول لي تو بروفايد ذات مش انا قلت لكم ان هنا الفاتس ديت ما تقدرش تعمل تعمل لي ما يقدرش يحصل لها دايجيشن بسهوله فلازم اضيف عليها البيل جوز ديت علشان بقى تقدر تحولها لحاجه اسمها فاتي امولشن علشان يقدر يحصل لها دايجيشن اه طيب هو ده بقى هيثبت لي ان لما احط البيل جوس ده هقدر بقى احول الفاتس لفاتي امولشن وتقدر يحصل لها ايه دايجستد ماشي كده طيب اول حاجه هجيب تيست تيوب اللي هي دي شايفين دي اللي هي دي اسمها تيست تيوب اللي هي دي ماشي كده فود اويل الزيت اللي احنا بنقلي فيه البطاطس او ايا كان ووتر بيرد سبيل جوس بيلجوس بالجوس جاي من البيرد، ماشي كده؟ يعني مثلاً إحنا هناكل مثلاً حمام أو أياً كان ودبحناه وبعدين طلعنا البيل ده منه. البيل ده موجود في أي ليفينج أورجانيزم، فاهمين؟ فإحنا علشان نعمل الأكتيفيتي ونتأكد أكيد مش هنجيب شخص نطلع البيل جوز منه، لا إحنا مثلاً حاجة إحنا أوريدي بنتغذى عليها هنروح مطلعينها منه ونبدأ نعمل الأكتيفيتي دي. ايه الاكتيفيتي دي هتشوفوا بقى اولا بوت ان اماونت اوف فود اويل ان تيست تيوب كونتيننج ووتر هجيب التيست تيوب واحط فيها ووتر بعد ما احط فيها ووتر هحط فيها سام دروبس من الاويل بعد نقط من الزيت ماشي كده هلاحظ ان الـ ان الـ ان الاويل هيعمل فلوت هيطلع فوق الووتر ومش هيحصل بينهم ميكسنج لان هتاخدوها ان شاء الله بعد كده في حاجه اسمها الدينستي كل ما الدينستي بتاعت الحاجه تبقى اقل يعني انا مثلا عندي ايرن نيل ووتر الدينستي بتاع الايرن نيل اكتر من الووتر فتلاقيه بيعمل سينك لكن لو انا حطيت حاجه مثلا زي البيس اوف قطعه من الخشب وكانت الدنس بتاعتها اقل من الوتر فهتلاقي عامل فلوت واقف على وشه كده فهي دي بالظبط الاويل دي الدنس بتاعتها اقل من الوتر فبتطلع تقف فوقيها وما بيعملوش ميكسنج ماشي كده؟ طيب فقال لي هنا ان الاويل اند ووتر دونت ميكس مش هيحصل لهم ميكسنج فهمتوا كده؟ يعني مش هيدخلوا في بعض كده، زي ما كده ادوب ميه في سكر حصل لهم ميكسنج، لا دول مش هيدوبوا في بعض، مهما قلبت بعد ما اقلب بالمعلقه بعد ما اعمل ستيرنج، اقلب يعني اعمل ستيرنج، بعد ما اعمل ستيرنج هتلاقوا الاويل ال... 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 برده راح طلع لي فوق وساب الووتر، ماشي كده؟ طيب، بعد كده بقى هنجرب حاجه كمان، هجيب اللي انا ال... ال... اللي انا عملته عندي هنا واروح حاطه هنا كده واحط عليه بقى السام دروبس بتاعت البيل جوز دي، ماشي كده اللي انا جايبها من البرد، من الحمامه اللي انا ذبحتها وكلتها. ماشي كده هجيبها احطها هنا مش الحمامه هجيب <applause> هجيب البيل جوس احطه هنا و... وابدا ان انا اعمل شيكنج ماشي كده اد سام دروبس اوف بيل جوس احط شويه نقط فروم اني بيردس من اي بيرد از از هن زي الفرخه مثلا نجيب الفرخه تو ذا بريفيوس تيوب للبريفيوس تيوب ديت اللي هي التيوب اللي قبل كده ماشي زين شيك ويل افضل بقى ارج فيها شويه افضل ارج فيها شويه ما انا بارجي فيها شويه عشان اعمل عشان اعمل ميكسينج عشان اخلطهم ببعض مثلا اصلا دلوقتي لو عايز اعمل مثلا آه آه ميه بسكر واشربهم مثلا ممكن ان انا اجيب السكر واحطه في الكوبايه واقلبه بالمعلقه صح افرض بقى ما عنديش معلقه والدنيا دقت بيا ممكن اروح مثلا مغطيه مغطي, مغطي الكوبايه او مغطي مثلا البرطمان فرضا ان انا هعمله في برطمان وأبد... وافضل اعمل شيكنج لو عملت شيكنج هتلاقوا ان السكر ده في الميه عادي ماشي كده فهو بيقول لي مثلا انت اعمل كده وممكن و... 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 ان انا اعمل ستيرنج ان اقلبها وممكن اعمل شيكينج زي ما هو بيقول كده لما اعمل شيكينج هستغرب ان الاقي ان اتكونت حاجه اسمها فاتي امولشن اللي هو حاجه يعني عباره عن ميكس من الووتر والبيل جوس والاويل التلاتة حصل بينهم ميكس طب ازاي والاويل ما كانش بيعمل ميكس ما انا قلت لكم اهو هو بيحول الحاجه اللي كانت فاتي اللي المفروض الاويل الاويل هنا يقصد بيه الفاتي ماشي كده الحاجه اللي كانت فاتس اللي ما كانش تقدر يحصل لها دايجيشن ماشي كده بعد ما انا ضفت البيل جوس وعملت شيك هلاقي ان الاويل وال 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 والبيل جوس والووتر حصل لهم مع بعض فده بيثبت لي ان ان البيل ده يقدر يعمل ميكسنج بين الفاتس والحاجه اللي اصلا ما كانتش ما كانتش هيحصل لها ميكس من غيرها ماشي كده يعني يقدر يخلي الفاتس دي تقدر تحصل لها دايجيشن ببساطه يعني البيل ده يقدر يخلي الفاتس تقدر تحصل لها دايجيشن تقدر تتهضم برغم ان في الاول هي ما كانتش هينفع يحصل لها دايجيشن هو بقى انا لما حطيت دي وعملت شيكنج كده خلاص بقى سهلت الموضوع وبدا يحصل لها دايجيشن طب ليه لان هي حولت الفات ده من فات بقى حاجه صعبه كده لحاجه اسمها فاتي امولشن حاجه سهله شويه تعرف ايه يحصل لها دايجيشن طيب يبقى هلاقي بصوا ان البيل جوس ميكس اويل اند ووتر ميكس توجذر فورمينج فاتي امولشن ان كلهم حصل لهم ميكس مع بعض وكونوا لي ايه فاتي امولشن اللي هي قلنا حاجه سهله تحصل لها دايجيشن ماشي بيل جوس بريكس داون فاتس اويل أه بريكس داون بيكسر الاويل بيخليه بدل ما هو حاجه تقيله قلت لكم بيكسرها عارفين زي ما قلت لكم يسيح الحاجه ماشي كده بس هو مش بيسيح ده هو في بيكسرها بيخليها حاجه سهله يحصلها لها دايجيشن ماشي كده زي ما انا دلوقتي انا عندي قطعه ميت كبيره في بوقي ماشي كده هقدر ابلعها لا لكن انا اقدر ان انا اكسرها عن طريق الانسايسرز والكناينز واقدر اعمل لها جريندنج عن طريق المولرز الانسايسرز اللي هي ديت دي الانسايسرز اقدر اقدر اعمل لها كاتنج وبعدين اقدر اعمل لها برضو كاتنج بالكيناينز واقدر اعمل لها جريندنج بالمولرز وبعدين ابدا انزلها هي دي زي زيها بالظبط انا ما اقدرش اعمل دايجيشن للفود كده بسو... للفود بسهوله لكن انا عايز حاجه تكسره تكسر الفاتس دي فاللي بتكسر الفاتس هي البيل جوز ماشي كده انتو سمول بارتيكلز بيكسرها لحاجات صغيره بارتيكلز 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 ذات ديزولف ان ووتر بتدوب بقى في الميه المره دي فورمينج فاتي امولشن بتكون لي حاجه اسمها فاتي امشن حاجه سهله اقدر اعمل لها ايه ديجيشن. طيب كومبليت ذا فولوينج سنتنس نتدرب مع بعض كده سبيس هيلبس ان دايجيشن اوف فاتس مين اللي بيساعدني في الديجيشن اوف فاتس انا قلت فاتس اللي هو مين اللي هو الديودينم اشمعنى الديودينم لان انا قلت اهو الخاص بالفاتس هنا هو الديودينم ماشي كده بصوا بيحول الفاتس ليه فاتي ام الشن يبقى الايه الديودينم لا هو عايز مين مين بالظبط في الديودينم فهيبقى البيل جوس خلي بالكم من دي يبقى بيل جوس هو بيحصل له بصوا اصل ده مكان فمش هو اللي بيساعد فيه الدويدينم ده هو المكان اللي بيحصل فيه دايجيشن بس مين بقى اللي بيعمل الدايجيشن هو البيل جوس فهمتوا كده يعني مثلا ايه اقول لكم ايه, أه إيه. الدويدينم انا عايز احلق فالدويدينم ده هو محل الحلاق الدودينام هو المحل طب مين اللي هيحرق هل المحل ولا الراجل اللي جوا المحل الراجل اللي جوه المحل فهمتوا كده الدودينام هو المكان اللي بيحصل فيه ديجيشن للفات طيب مين بقى اللي بيهضمه هو البيل جوس مين اللي بيعمله ده هو هو البيجوس هو الراجل بقى اللي المفروض الحلاق هنا بس هو مش حلاق هو بيعمل دايجيشن فهمتوا كده طيب وايل سبيس هيلبس ان دايجيشن اوف بروتين نفس الكلام البروتين ده بيحصل له دايجيشن فين في الاستومك الاستومك كانه محل الحلاقه طب مين بقى اللي بيحلق له مين اللي بيعمل له دايجيشن حاجه اسمها الجاستريك جوس يبقى لو قال لي إن, ان البروتين بيحصل له دايجيشن ان ايه في, في فين المكان اقول له الاستومك طيب باي ايه يعني مين اللي بيعمل له هقول له الجاستريك جوس طيب جاستريك جوس از سيكريتد باي اهو از سيكريتد باي الجاستريك جوس ده مين اللي بيعمله بيطلع من مين يعني الجاستريك جوس ده ايه المكان بتاعه المكان بتاعه هو الاستومك وايل البنكرياتيك جوس البنكرياتيك جوس ده موجود في انهي محل موجود في انهي مكان موجود في الدودينم فين عندي آه. ماشي كده فهمتوا طيب سو ان ذا ديجستيف سيستم فود اندرجوز تو بروسيس في الدايجستيف سيستم الفود بيحصل له حاجتين اول حاجه دايجيشن الدايجيشن اللي انا عارف بيحصل له دايجيشن عادي اند ايه ابزوربشن ما انساش دي يعني الدايجيتيف سيستم ما بيعملش بس دايجيشن لا بيعمل دايجيشن وبيعمل ابزوربشن الابزوربشن دي حاجه مهمه قوي علشان يقدر يتوزع هنعرف دلوقتي ازاي بيحصل له ابزوربشن انا عرفت ده كله كنت بعرف ازاي بيحصل له دايجيشن اعرف ازاي بقى بيحصل له ابزوربشن طيب اهو هيقول لي بقى ازاي الاول اعمل ابزوربشن للايه للبروسيس الابزوربشن بروسيس يعني عمليه الابزوربشن ازاي اعمل ابزوربشن للفود ده ماشي كده ابزوربشن قلت لكم يعني امتصاص ماشي كده طيب ان شاء الله في وقت من الاوقات مش هتحتاجوا ان حد يترجم لكم في وقت من الاوقات مش هتحتاجوا ان حد يترجم لكم غير كلام بسيط جدا لكن في الاول انا عارف ان المفروض هترجم لكم بعض الكلمات علشان تفهموها ماشي كده it occurs in the small intestine especially in ileum هي بتحصل في السمول انتستين بس مش 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 هقول بقى في السمول انتستين كلها سبيشيال يعني بالاخص يعني بالذات بتحصل في الاليم اللي هو السكند بارد طب هو في حاجه غير الاليم اه احنا قلنا ان السمول انتستين دي عباره عن حاجتين حاجه اسمها دودينا وحاجه اسمها اليم فعنده اهو الابزوربشن مش هنقول بيحصل في الدودينا لا هنقول بيحصل في الاليم فهمتوا كده يبقى ات اوكرز ان سمول انتستين سبيشيالي ان اليم ماشي كده طيب وير ذا digested فود از absorbed ثرو سمول نيبلز لا هي في كلمه هنا في كلمة هنا أعتقد كانت ناقصة. طيب إحنا هنقول دي نيبلز وفي حاجة اسمها نيبايلز بس أنتوا اللي... ال ال بس ديت أنتوا عندكم نيبلز نيبلز ماشي كده؟ نيبلز كولد فيلي ماشي كده؟ الفيلي دي حاجات الفيلي دي هي إحنا قلنا أهو ذا دايجستد فود إز أبزوربت روس سمول نيبلز كولد فيلي الحاجات اللي هي اسمها فيلي دي هي اللي بتعمل ابزوربشن للفود طب النيبلز دي موجوده فين احنا قلنا في الايه في الاليم في السمول انتستين هنا موجوده فين بقى هنا هوريها لكم موجوده على الحاجات دي كده هوريها لكم بقى في الكتاب الثاني عشان هو مكبرها بصوا كده دي السمول انتستين صح كده دي السمول انتستين النيبلز دي موجوده فين بقى موجوده هنا كده على الحاجات دي كده في كل مكان بقى هنا ماشي كده هو مكبرها هنا ماشي كده النيبلز دي اسمها اسمها ايه اسمها فيلي طب ايه فايده الفيلي دي ما هي اللي بتعمل ابزوربشن للفود هي بتعمل حاجه من اهم الحاجات اللي بتحصل الفود اللي هو الابزوربشن ماشي كده يبقى الابزوربشن بتاع الفود بيحصل فين في السمول انتستين مين اللي بيعمله يعني المحل بتاعه مين السمول انتستين طب مين بقى اللي بيعمل الحلاق هو مين بقى المره دي الحلاق اسمه فيلي ماشي كده؟ يبقى السمول انتستين هي بتعمل ابزوربشن للفود، مين بقى مين بالذات بقى في السمول انتستين؟ الحاجة اسمها فيلي، فيلي دي عبارة عن سمول نيبلز، نيبلز دي يعني حاجات صغيرة، ماشي كده؟ يعني حاجات صغيرة طالعة. طيب <applause> نرجع هنا تاني، فهمتوا النيبلز دي موجودة فين؟ أو الفيلي دي موجودة فين؟ موجودة هنا، في الحاجات دي، مش جواها برة، من برة كده، طالعة كده، زي ما أنا وريتكم. طيب يبقى it occurs in small intestine in موجودة في ال small intestine especially in ileum موجودة في ال في ال second part يعني where the digested food is absorbed through small nipples called the villi ال villi دي هي اللي بتعمل absorption villi extend from the inside of the small intestine من from the inside of the small intestine من جوا small intestine wall ال wall بتاع small intestine يعني مش من جوا small intestine لا من ال wall من جوا small intestine ماشي كده يبقى هي طلع حاجات طلع من هنا كده زي ما ورتها لكم هناك The absorbed food reaches blood that distributes the digested food all over the body organs. اخر حاجة بقى خلاص في الفود يعني اخر حاجة بقى في digestion والأبزوربشن بتاع الفود ان هو بيوصل لل blood بقى ال blood بيمشي جوه جسمي فبيوزعه الباقي جسمي فهمتوا كده علشان كده بقى لو اتعورت هنا بلاقي البلاد blood هنا وال blood ده آه بيكون موجود جواه حاجات من الفود من الدايجستد فود بس مش من الفود نفسه بقى الفود اللي حصل له دايجيشن وحصل له ابزوربشن ماشي كده يبقى فهمنا بقى الابزوربشن بروسيس بتحصل ازاي هنقول ملخص ليها اولا بتحصل في السمول انتستين ماشي كده خصوصا في الاليام ده طيب ازاي بقى الاليام ده موجود فيه حاجات اسمها فيلي اللي هي سمول نيبلز حاجات صغيره اسمها فيلي ماشي كده الفيلي هي اللي بتعمل ابزوربشن للفود الفيلي دي موجوده فين طالعه كده من الول بتاع السمول انتستين انتستين خلاص خلصنا الـ Small Intestine، الـ Small Intestine عبارة عن تو parts اللي هو Duodenum الدودينم والإليم، فاكرين الدودينم والإليم. Large Intestine، آخر حاجة عندي. It is a tube that starts from the end of the small intestine، خلصنا الـ Small Intestine، هندخل على الـ Large Intestine. بتبدأ من إيه؟ من الـ end بتاع الـ Small Intestine، من وقت ما الـ Small Intestine بتخلص، هشوفلكوا صورة ليها هنا كويسة. ماشي كده؟ طيب. Uh, it is a tube that starts from the end of the small intestine, intestine. بتبدأ small intestine, انتس... بآخر ال small intestine يعني وقت ما ال small intestine تخلص and the end is with anus وبتنتهي بالانس آخر حاجة فيها الانس وأول حاجة فيها مكان ما بتنتهي ال, 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 ال small intestine فاهمين يعني آخر الطريق بعديه بقى ال, بعديه ال large intestine بيبدأ ويخلص هنا عند الانس ماشي كده؟ طيب فين؟ uh, anus is located at the end of the rectum الانس ده موجود في آخر rectum ده اسمه rectum ما قلناش الاسم ده ريكتام ريكتام طيب the function of the large intestine الاول لا the function of the rectum الفانكشن بتاع الريكتم ده ايه بصوا انا دلوقتي السمول انتستين ده اللي بيبقى فيه الـ الـ الفود اللي هيحصل له ابزوربشن بقى والفود اللي انا هستفاد منه بقى ووديه لباقي جسمي انما اللارج انتستين ده بيكون الفود اللي خلاص بقى اللي جسمي ما عادش محتاجه طب هو ليه مثلا مش انا اخد الاكل كله يعني ليه ما استفادش من الاكل كله لان من ربنا علشان الاورجنز دي تقدر تعمل مهام معينه ماشي كده فهي بتاخد جزء معين من الفود والباقي خلاص بقى بترميه بدل ما بدل ما هو يفضل في جسمه ويدر جسمي ويضر جسمي فالباقي هي بتاخده وبتوديه لللارج انتستين وبيبدا ايه انا اخرجه لما بدخل الحمام ماشي كده طيب نفهم بقى الريكتم والانس ده بيعمل ايه الريكتم ده بياخد الووتر من الـ من الـ من الفود اللي ما اللي ما حصلوش دايجيشن يبقى ذا فانكشن اوف ريكتم ات از ابزوربز ذا ووتر فروم ذا فود ريمينز بقايا الاكل الحاجات خلاص بقى اللي انا مش محتاجها بياخد منها الووتر ماشي كده طيب يبقى الريكتم الفانكشن بتاعه ايه ما عنديش ليه غير دي بس ان هو ابزوربز ذا ووتر بياخد بيمتص الووتر من الفود ريمينز من الو... الفود ريمينز الحاجات اللي انا مش محتاجها وستس برضو يعني المخلفات ماشي كده طيب ذا فانكشن اوف لارج انتستين عموما بقى الفانكشن بتاعت اللارج انتستين ات ستورز wastes هو بقى انا قلت لكم هو ده اللي بيتحط فيه الفود اللي انا مش محتاجه يبقى ات ستورز wastes هو بيخزن wastes الحاجات اللي انا مش محتاجها فود ريمينز اللي هو بقايا الاكل اللي انا مش محتاجها then ejects them اوتسايد ذا بادي ثرو انس وبعدين بيطردها بره الجسم عن طريق الايه الانس ده ماشي كده لما بندخل الحمام طيب بعد كده read and learn digestion process needs a great amount of water عشان اعمل digestion انا محتاج ط... محتاج طبعا ووتر كتير قوي عشان اعمل digestion. لان لان digestion هيتم ازاي لحاجات صعبه قوي من غير ما الووتر يبقى موجود ماشي كده الووتر ده متمثل في ايه في الووتر اللي بنشربه في السلايفا اللي بتطلعها السيلفر جلانس مش السيلفر جلاندز بتطلع حاجه اسمها سيلايفا اللي هي اللي هو الريق بتاعنا اللي احنا بنحسين بيه في بقنا دلوقتي ده ده طبعا بيساعدني في في الفود دايجيشن طيب يبقى دايجيشن بروسيس نيدز اجريت جريت اماونت اوف ووتر بيكوز ات هيلبس ان بريكين داون او بريكين داون كومبلكس فود انتو سمبل سبستانسز هفهمكم بالراحه لان الـ الـ الووتر بيساعدني في اني بريكين داون اكسر الكومبلكس فود الاكل الصعب زي الميت ماشي كده انتو سمبل سبستانس لحاجات بسيطه بقى أبد اقدر اعمل لها ديجيشن سبستانس انا خدتها اللي هي مواد simple حاجات بسيطه ماشي كده الامبورتانس الامبورتانس اوف فود فايده الفود لينا ايه هنفهم بقى مش فايده الفود عموما لا فايده الحاجات بتاعه الفود يعني مثلا فايده الفيتامينز فايده البروتينز فايده الكربوهيدراتس هنفهم الفيتامينز فيتامينز بروتكت اس فروم سام ديزيزز يبقى الفيتامينز اللي موجوده مثلا في الجوس ده تقريبا اورنج جوس انا عندي الصفحه بالابيض والاسود انت عندكم بالالوان ده تقريبا اورنج جوس بس مش عارف دول ايه هل ده كيوي ولا ايه؟ المهم الأورنج جوز ده موجود فيه فيتامين سي الفيتامين عموما ايه فائدته؟ الفيتامين عموما بيحمينا من بعض الامراض الفيتامين سي مثلا من مرض معين زي مثلا آه البرد مثلا الامراض بتاعت الايام دي الانفلونزا والحاجات ديت الفيتامين مثلا بي اعتقد الحاجات الخاصه بالعظام بس انا مش مش هخوض في دوت علشان مش مش الخبط انا مش عارف كل حاجه بتعالج ايه ماشي كده بس عموما الفيتامينز بتحمينا من سم من بعض الامراض البروتينز بتعمل ايه البروتينز هي بقى اللي بتقوينا ماشي كده هي اللي بتساعدنا ان احنا نكبر فالبروتينز هيلبس اس هيلبس ذا بودي تو جرو علشان يكبر اند ات از ريسبونسبل فور هيلينج وندز جميله قوي هيلينج وندز لما تعور ماشي كده المفروض ان انا لما اتعور او يبقى عندي اي جرح ماشي كده؟ اللي هي الوندز دي يعني الجروح. اكل حاجات فيها بروتينز كتيره زي الايج زي الـ الـ الميت ماشي كده؟ زي ايه هنا؟ انا مش شايف طبعا كل الحاجات ديت يعني، بس أنت شوفوا الحاجات دي دي الحاجات دي اكيد هم راسمينها اكزامبلز على البروتينز، ماشي كده؟ هي دي بقى بتساعدني ان انا ان انا الجرح بتاعي زي ما بنقول كده يلم، يلتئم، ماشي كده؟ يبقى كويس يعني، البروتينز هي اللي مسؤوله عن كده. فالدرس ده انا عارف انه كان صعب عليكم ماشي كده وتقيل بس الدرس ده هتخرجوا منه بمواد باستفاده ب... ب... كبيره جدا يعني هتفهموا حاجات زي مثلا انك تف... تفهموا ان الفيتامينز بتحمينا من السم ديزيزز البروتينز بتساعدنا ان احنا جرحنا ي... يخف بسرعه الكربوهيدرات بت... بتدينا الطاقه ماشي كده طيب الكربوهيدراتس اند فاتس سبلاي ذا بودي ويز انرجي انا عمال اقول ان الفاتس دي حاجه صعبه وانها وانها بيحصل لها دايجيشن بطريقه صعبه طب هي ليها فايده اه الفاتس دي هي اللي بتدينا الانرجي طب ليه الفاتس دي بنقول مثلا ان هي حاجه صعبه عشان انا لما باكل منها كتير بتبقى مشكله بتبقى الدايجيشن صعب فانا المفروض ان انا اكل من الفاتس دي حاجات بسيطه وبرده المشكله ان اكلنا اغلبه هيبقى فيه فاتس يعني احنا اغلب اكلنا هيبقى فيه فاتس ماشي كده فعلشان كده بنقول ان الفاتس دي حاجه مش محببه هي الحاجه حتى اللي بتخلي الانسان وزنه يزيد بسرعه وبمناسبه موضوع الوزن الزياده ده انتوا ممكن تلاقي حد من زمايلكم تخين شويه مليان شويه هل ده سبب ان هو بياكل كتير لا اغلب الناس اغلب الناس او ناس كتيره جدا من الناس اللي هم مليانين او تخان شويه بيبقى بسبب ان جسمهم في مثلا خلل معين بحيث ان هم بيستقبلوا يعني بياكلوا زينا خالص بس جسمهم بيزيد اكتر مننا ده ببساطة يعني مش كل الناس التخان هتلاقوها ان هي بتاكل كويس مش بتاكل كويس لا بتاكل كتير مش كل الناس التخان هتلاقوها انها بتاكل كتير لا هي عادي ممكن تكون بتاكل زينا واقل مننا احيانا في ناس معينة انا اعرفها ولكن جسمهم بيستقبل اكل بزيادة يعني لما بيستقبل الاكل بياخد رد فعل ان هو بيزيد اكتر من احنا يعني مثلا انا مثلا فرضا هقول كلت حاجه فزدت مثلا 0.5 كيلو جرام مثلا زدت نص كيلو هو ممكن مثلا يزيد 0.7 0.8 فاهمين كده فتلاقي ان وزنهم يعني بيزيد من غير ما هم يعني يتحكموا فيه فبالتالي فكره ان احنا ناكل ووزننا ما يزيدش دي نعمه تستحق ان احنا نشكر ربنا عليها وما نتريقش على حد وزنه بيزيد يعني او حد وزنه كبير فهمتوا كده طيب يبقى الكربوهيدراتس والفاتس هي دي اللي بتدي الانرجي الطاقة لجسمنا بحيث نقدر نتحرك، ماشي كده؟ برضو أنا مش عارف الأشكال اللي عندكم هنا إيه بس أنتوا ابقوا شوفوا واكتبوا لي في الكومنتات دي أشكال إيه. ماشي كده؟ أعتقد دي فيها باستا هنا مكرونة وهنا إيه مش عارف، ماشي كده؟ فهمتوا بقى فايدة الحاجات دي إيه؟ طيب آخر حاجة بقى، إزاي إن إحنا نحافظ على الدايجستيف سيستم بتاعنا؟ إن إحنا ندننا محافظين عليه كويس. ماشي كده؟ من أهم الحاجات فعلا كلمة تشو ذا فود ويل، إن أنا لما أجي آكل ما أبلعش الأكل على طول، أنا أمضغه، أمضغه شوية، أمضغه بشكل كويس جدا. كان جداً الله يرحمه آه لما بياكل كنا ممكن مثلا الواحد يخلص الطبق من قدامه وهو لسه بياكل في تاني لقمة، لأنه كان بيمضغ الأكل بشكل كويس جدا، وبالتالي ما كانش بيعاني من مشاكل في الدايجيشن ال خالص، بسبب إن هو كان بياكل بالراحة. فأنا عندي فكرة إن أنا آه اعمل تشو يعني امضغ امضغ الاكل كويس ده هيساعدني ان هي تنزل حصل لها ما انا لما بمضغ الاكل يبقى انا بعمل له جريندنج بعمل له كاتنج بعمل له تيرنج فهيبقى لما ينزل هيبقى سهل مش هتعب الاستومك بتاعتي علشان تعمل له دايجيشن فهمتوا كده تاني حاجه dont eat match food that contains large amounts of fats as fast meals ماشي كده يعني ايه يعني ما كلش ما كلش اكل فيه فاتس كتيره اللي انا لسه قايل لكم عليها دي ماشي كده اه لارج اماونت كميات كبيره من الفات زي الفاست ميلز الوجبات السريعه يعني اللي احنا بنجيبها من المطاعم ماشي كده avoid having food that contains flavor additives 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 ماشي كده additives يعني انا اتجنب ان اكل الاكل اللي فيه فليفر additives حاجه اسمها ايه مكسبات الطعم هتلاقوا مكسبات الطعم ده اللي هو مثلا فرضا اللي هو الشيبسي ماشي كده؟ اللي هو يقول مثلا شيبسي بالشطه والليمون شيبسي بالكباب شيبسي بالفراخ المشويه شيبسي بالايا كان يعني آه بيقولوا لك ان هو هل ده فعلا حاطين عليه كباب؟ لا هم حاطين عليه حاجه اسمها فليفر ادتيفز طب هي دي ضرة اه مع مرور الوقت بتبقى ضر ماشي كده وبتسبب ان انا الدايجيشن بتاعي ما يتمش بشكل سليم فانا مش بقول ما ناكلش الحاجات دي بس احنا ناكلها بشكل معقول علشان دي هتساعدني ان انا الدايجيشن بتاعي يبقى سليم واحافظ على الدايجيستيف سيستم بتاعي هيلسي ماشي بعد كده dont buy from street sellers to avoid the infectious infectious diseases infectious infectious diseases تاني infectious diseases التي اي او هتتنطق زي ما بنقول الشين infectious ديسيسز الامراض المعديه هو بيقول لك ما تشتريش من الناس اللي هم الستريت سيلرز الناس اللي بيبيعوا في الشارع علشان اتجنب infectious ديسيسز هم بيتكلموا طبعا بشكل منطقي بس ما فيش مانع ان انا لو لقيت حد حاسس ان هو او انا شايف او بابا وماما شايفين ان هو كويس ونظيف ان انا اشتري منه يعني لكن انا اشوف الحاجه ان هي مش نظيفه ما اشتريش منها ماشي كده طيب practice sports regularly أدرب بقى رياضة باستمرار الوووكنج والرننج الحاجات دي هتعرفوا إن شاء الله لما تكبروا من أهم الحاجات اللي المفروض الواحد يحافظ عليها ماشي كده إن هو يتدرب سبورتس بشكل ريجلري منتظم عشان كده والله أنا بـ بـ بنصحكم إن أنتوا وأنتوا صغيرين كده تشتركوا في أي أنشطة رياضية أي لعبة أي حاجة كده بتخليكم تتحركوا وتجروا ماشي كده علشان هي هتخليكم كويسين دايما مع الدراسه ومع كل حاجه طيب اخر حاجه stay stay away from smoking من اهم من اهم النصايح الادفايسز اللي تخليني اقدر اكيب الدايجستيف سيستم هيلثي الريسبيراتوري سيستم هيلثي النيرفس سيستم الريبرودكتيف سيستم اليورينري سيستم. سيستم السموكينج بيأذي ده كله السموكينج بيأذي كل الحاجات دي فمن اهم الحاجات تعرفوا ان السموكينج ده حاجه صعبه من من اكتر الحاجات اللي ممكن تاذي جسمي بشكل ما لانه مش بينقش مش بيؤذي سيستم بس لا بيؤذي الدايجستيف سيستم وكل السيستمز اللي قلت لكم عليه طيب هو بيعمل ايه للدايجستيف سيستم هنشوف اهو هو بيقول لي ستي اوي فروم سموكنج ابعد خالص عن السموكينج ماشي كده طيب بصوا العلامه دي عشان تفهموها العلامه دي عباره عن ايه لما يحط لي مثلا حاجه هنا مثلا بص لما يكتب لي مثلا ايه اه لما يحط لي هنا سيجرت زي دي كده ويعمل لي كده عليها علامه وكده يعني ده معناها ان دي ممنوعه يعني مثلا لو تقف مطعم ده معناها ان السيجرتس هنا ممنوعه مثلا في مكان مثلا وراسم لك شكل فود كده اكل وعامل لك عليه كده يعني معنى كده ان المكان ده الفود فيه ممنوع ما ينفعش تاكل فيه فهمتوا كده العلامه دي لما تشوفوها يعني في الشارع طيب يبقى stay away from smoking because because it causes انديجيشن انديجيشن انتوا عارفين انديجيشن يعني هضم طب انديجيشن دي الاوبزيت بتاع الدايجيشن اللي هي بنقول عليها بالعربي عسر هضم يعني ايه عسر هضم يعني صعوبه في الهضم بيسبب حاجه ان الحاجه ما يحصل لهاش دايجيشن بسهوله ماشي كده فانديجيشن دي يعني ان هي ما يحصل لهاش دايجيشن وبيسبب حاجه ثانيه اسمها استومك اولسر قلنا دي بتتنطق سين استومك اولسر احنا عرفنا الاستومك ماشي كده اللي هي دي اولسر زي ما قلت لكم كده اسمها قرحه يعني ايه قرحه يعني تعويره كده جرح ماشي كده في الاستومك اللي هي دي جواه ماشي كده السموكينج بيسبب دي اند دويدينا الالسر وبيسبب برضو في ال... في الدويدينا بيسبب فيها برضو الالسر ماشي كده طيب طبعا خلصنا الدرس احل معاكم الثلاث اسئله دول اول حاجه دايجيشن اوف ستارش ستارتس باي بيبدا بايه الستارش اللي قلت لكم زي البريد زي ال... الباستا المكرونه زي الحاجات ديت معاك بيبدا بايه بيبدا بان الس... سيلفري سيلفري جلاندس اه سليفري سي... جلاندس سوري سليفري جلاندس سليفري جلاندس بتبدا بان السليفري جلاندس دي بتطلع حاجه اسمها سيلايفا اللي هو اللي انا قلت الريق بتاعي فهو بيبدا بالسيلايفا دي ماشي كده يبقى سيلايفا بتطلع منين السيلايفا دي من السليفري جلاندس زي ما قلت لكم كده اعتبروا ان كل حاجه هي المكان وبتطلع ايه يعني السليفري سليفري سليفري جلاندس بتطلع السيلايفا. ال الاستومك ال... بتطلع الجاستريك جوس الدويدينم اه الدويدينم بتطلع البيل جوس او بيطلع فيها بيحصل فيها بي بينزل فيها البيل جوس و قلنا البيل جوس جوس طب مين بقى اللي بيطلعهم اللي بيطلع بقى البيل جوس هو الليفر واللي بيطلع البنكرياتيك جوس هو البنكرياس ماشي كده طيب Uh, digestion of proteins starts in. البروتينز بتبدأ فين؟ البروتينز عندي بتبدأ في الاستومك اشمعنى قلت الاستومك مش أنا لسه قايل بقى الاستومك بتطلع حاجة اسمها الجاستريك جوس عشان تعمل تحول ال البروتينز تحولها لحاجة semi liquid؟ قلنا دي. طيب. Digestion of fats occurs in. الفاتس بيحصل فين؟ خلونا نفتكر كده. الفاتس بيحصل فين؟ الفاتس بيحصل في السمول انتستين. فين في السمول انتستين؟ بيحصل في الدودينا. ماشي كده؟ أهي. عندي الدودينا أهو. في السمول انتستين الفيرست بارت يعني منه لا ده هتلاقوا ان هو بيحصل اهو دايجستيف للايه؟ للفات ماشي كده بيحصل فات ان انشن ماشي كده راجعوا على الكلمات اللي انا نطقتها معاكم ماشي كده وارجعوا على الفيديوهات اللي انا حليتها معاكم والفيديو الاولاني بتاع الشرح وصححوا اي كلمه انا نطقتها غلط ماشي كده وابداوا برده راجعوا على كل الكلمات مع المدرسين بتاعه ماشي كده الفيديو الجاي هعمل ايه هكمل بقيه حل اسئله الدرس ده احنا كده خلصنا الدرس ده شرح هكمل بقيه حله ونبدا بقى نشوف هندخل على الدرس الثاني ولا احل من الورك شيت بس اعتقد هدخل على درس الريسبيراتوري سيستم لاني نوى اشرحه برضو علشان حاسه هيبقى صعب عليكم وبعد كده ندخل على الايه على الدرس الثاني على الاسئله بقى بتاعه الورك شيت والامتحانات بالتوفيق بقى ليكم ان شاء الله